قربة بعيدة. نجاش يتقدم، الله، شرارة الملك تأتي في هذه اللحظات. فنج الكبير الذي يتسلح بكل ذلك التاريخ لم يصل كثيرا، لكن الوصول الأول في الشباك، الكرة الأولى في الشباك، فنجا يتقدم بالنتيجة. يا لها من لقطة عند الدقيقة 35، أول فرصة، أول لقطة تأتي بهدف المباراة الأول. الملك يسجل من كرة ثابتة اصطدمت في أحد مدافعين العاشرة، 9 دقائق، لكن لدينا ركنية والرأسية والفرصة، الله، بسلامة يتمشى، والعمامة سورية، الصراوي يتمشى والعمامة سورية، النواخذ يعودون، العميد يعود في هذا التوقيت. ويا له من توقيت، ويا لها من ردة فعل، ويا لها من فرحة، ويا له من نهائي. لم ينتهي بعد، لم ينتهي بعد، هدف التعادل يأتي لصور، يأتي لأبناء العفية في هذه اللحظات. هذه هي الإعادة، حارس المرمى يعني ربما نقطة تحول، لكن لدينا كرة في الجهة اليسرى للصور، انطلاقة سريعة ومحاولة وكرة فعلها العميد للمرة الثانية عن طريق أيمن المخاني، يسجل صور الهدف الثاني. الموت الأزرق في هذه اللحظات يتحرك، يتحرك ويسجل الهدف الثاني مع اللحظات الأولى في شوط المباراة الإضافي الأول. هدف أتى بخطأ دفاعي، خطأ دفاعي كان واضحا، وبالتالي تم استغلاله وتم من خلاله الوصول لثاني الأهداف. هذه هي الكرة العرضية، الخطأ